أما هلأ مشاهدينا بننتقل لفقرتنا الأخيرة برحلتنا الصباحية لليوم المخصصة للفن، واليوم رح نحكي عن فن الرسم على الزجاج. كتير بالآونة الأخيرة عم نشوف الأعمال اليدوية عم تنتشر بشكل كتير كبير، بس الرسم على الزجاج عادة بنشوف الرجال أكثر مختصين فيه. اليوم معنا سيدة جميلة ميرفت تكتوك بترسم على الزجاج، وهي خريجة فنون نسوية، والفن له حصة خاصة بمساحتها الحياتية اليومية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح فيك. صباح الخير، يسعد صباحك. يا هلا، يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي كيف بلشتي ست ميرفت؟ هلا انا بدايه درست فنون هي نسويه. احنا عندنا كان شوي انه رسم، بس ما انه هو رسم على الزجاج. بس انا بعد التخرج فتت اشتغلت بهاي الشغله برسم على الزجاج، لان حبيت كثير الرسم، كيف لما تكون قطعه قدامك انه هي هذا اللي بسألك عنه. يعني خريجة فنون نسوية بتلاقي الناس بتتجه أكثر للقماش، للكروشيه، للصوف، أنتي مختلفة نوعا ما. يعني الرسم على الزجاج بنلاقي هي المهنة مش حكر على الرجال، عم نشوف سيدات بس قليل جدا أكيد. اليوم ليه حبيتي بشكل خاص؟ هلا الإزاز هو كتير رقيق، التعامل معه هلا كتير صعب، ما نوع مثل القماش، يعني في ما فيك تتعاملي معه كيف ما كان. بس لما بتشتغلي انت بكون عندك قطعه هي ساده ما فيها شيء، بتشتغليها بتلونيها بترسميها بتطلع معك شيء ثاني، فبتحبيها. عم نشوف عندك بعض القطع والكاسات، اللي هي كاسات شاي فينا نقول؟ ايه شاي. هذا كله رسم على الايد؟ كله رسم على الايد. هلا هذا رسم هو رسم بارد بس ما بيروح، ثابت على الازاز. بارد ما بيروح، ما شو بيروح. الفرق بين البارد والساخن؟ هلا عندك هون البريق، هذا بريق، هذا رسم على الساخن، رسم بس هذا بده شوي بالفرن. شوي بالفرن؟ تمام. الاثنين ما بيروح، شو الفرق بيناتهم؟ هلا هذا فرن اجر، بنشوي بفرن اجر بس ما بيروح، بس هذا اذا ما انشوى بيروح. البارد ما بيروح، خلص ثابت ما بيروح. هذا بياخذ وقت اكثر بالشغل؟ بده شغل اكثر طبعا. يعني بده 3 مراحل شوي تقريبا. قد ايه بتاخذ قطعه هيك منك شغل؟ هلا حسب القطعه، كبيره صغيره فيها شغل كثير او لا. هلا هدول تقريبا ما فيهم شغل كثير، انه بسيطين. هلا بس عندك صحن انه فيها شغل كثير شوي اكثر. هيدا الصحن فيه شغل اكثر، خلينا نشوفه. آه تمام. هذا قديش بده منك وقت؟ هذا في رسم تفاصيل اكثر، لانه كاسات الشاي بتلاقي رسمات عليها والقصص بسيطه ناعمة. يعني تمام، بسيطه، يعني كلها ورد او زهر صغير او نقشه صغيره. العالم حتى بتفضل الشيء الكلاسيكي، ما بتحب الشيء البسيط القوي. تمام. هلا هن شوي مختلفين عن السوق، انه ما في كثير اشياء موجوده بالسوق. خلينا نشوفه. هذا رسمه مختلف؟ هذا رسمه مختلف، هذا رسم بارد كمان. ثابت بس ما بيروح، الوانه ثابته. بس طبعا هلا هو للزينه باعتبار الالوان ما انا صحيه يعني. بس ثابته ما بتروح، على الغسيل ما بيروح. هي الالوان شو بتختاريها على الزجاج؟ شو بتكون؟ هي عندي انا نوعين، او الوان فرنسيه او الوان اكريليك، بس الالوان الاكريليك بدها شغل اكثر. هلا الرسم تثبت. الرسم على الزجاج ممكن يتم تعديله؟ يعني لما تشتغلي شغله ممكن حدا يقول لك تعدلي لي اياها، ولا لا متى ما انشوى او فات على الفرن لا صعبه؟ لا متى ما ثبت ما عاد يتعدل عليه. هلا هو اول ما برسمه انا اذا شوي مثلا خربطت او غلطت انه فيني فورا انه اغسله، اما بعد ما يثبت ما عاد يتعدل عليه، ما عاد يروح. كثير صعب انه ينشال من عليه. طيب خلينا نحكي خطوات الرسم على الزجاج، كيف بتبلش؟ هلا انا اول شيء اذا بدي ارسم قطعه هيك ساده بجيبها وبرسمها فورا. على الالوان فورا بلا ولا شيء. تمام. هلا اذا بدي اجيب شيء ولونه بجيب احيانا مثلا هيك ازاز ساده. ساده فينا نقول مثل هاي؟ لا، بسيط ولا لا؟ الشفاف، شفاف اكثر، بعطيه لون ازرق احمر اصفر اسود حسب الزبون شو بده. وبرجع برسمه بعدين، يعني مرحلتين، مرحله ثانيه زياده. طب تفاعل الناس مع شغلك كيف كان؟ هلا هو الناس بتحب الاشياء الغريبه، بتحب الاشياء البسيطه، الاشياء اليدويه كثير بتلفت نظر اكثر من انه الاشياء الصناعيه موجوده كثير بالسوق. ما رحتي الاشياء اليدويه بتلفت نظر اكثر ومحبوبه اكثر من الناس. هلا عم نشوف اتجاه كثير كبير بالعشر السنوات الاخيره نحو الاعمال اليدويه، ان كان زجاج، بتلاقي الناس حتى تقومه الفناجين، الكاسات، تقومه الصفره، كلياته عم يتجه نحو الاعمال اليدويه والشغل اليدوي. تمام. بس هي مكلفه اكثر، يعني فرق بين انك انت تشتري هيك، بين انك انت تشتري وترجعي تشتغلي، يعني هي فيها كلفه اكثر.
بس انه هو محبوب كثير، الناس بتحبه يعني كثير. واحد بيحب مثلا يشرب بكاسه شاي مميزه او كاسه قهوه مميزه، تمام انه انه هاي لي ما حدا عنده مثلها. طيب الناس كيف مثلا بتطلب منك، بتطلب منك ديزاين معين انه اشتغلي لنا، بتتواصل معك انه انا حابه هيدا الديزاين، ولا بتكون شايفه شيء عندك بتقول لك بدي مثل هيدا الشيء؟ هلا احيانا انا بنزل شيء بيعجب الناس فبياخذوه، يعني بيقولوا لي انه مثلا بدي من هاي القطعه، واحيانا انه لا بيكون مثلا شايف شيء بالسوق وبده مثله وبعمل له مثله، بس على الاغلب انه بكون انا عامله شيء وبينطلب. طيب مرفت شاركتي بمعارض وبازارات؟ والله صراحة أنا أول مرة بشارك بمعرض أو مهرجان، هو مهرجان بأيدينا اللي عمله المكتب الإقليمي طبعا مشكورين، هو هذا أول شيء أنا بعمله وبشترك فيه، أما سابقا لا ما عندي. كيف كانت المشاركة؟ إن شاء الله لقدام بشترك. هلا هي تجربة كانت كتير حلوة منيحة، أول شيء تعرفنا على ناس يعني ما بنعرفهم، مهن ما بنعرفهم، الواحد بتزيد خبرته وبتزيد علاقاته الاجتماعية مع الناس. تواصل مع الناس المباشر كيف بيكون لما يشوفوا شغلك؟ يعني لما حدا يزور البازار والمعرض شو فيه كردة الفعل تلقائيا فورا على شغلك؟ هي هذا الشيء الحلو انك انت تشوفي ردة الفعل تبع الزبون فورا قدامك، انك انت بتنبسطي كثير لما بتشوفي انه حدا يشوف قطعة من شغلك وينبسط فيها، انه يعني كثير حلوة تماما عرفتي مثل ما هو بده او هيك، هي ردة الفعل كثير بتنبسطك، بتعمل لك دافع لقدام انك انت تشتغلي اكثر، انك انت تعملي اكثر، انك انت تجددي اكثر. صحيح. بتتعرفي على الناس ممكن انه في شيء مو خاطر ببالك انت، فبتتعرفي على حدا انه مثلا لو تعملي هيك لو كذا، فبصير عندك فكره جديده بالموضوع. طيب خلينا نقول يمكن حتى مشاركتك ضمن هيدا البازار تبادل الخبرات، يعني بتشوفي سيدات، شفنا سيدات اخرى مشاركات هون، تبادلوا الخبرات والافكار، بتصير في مشاركه. ايه تمام. هلا هي بكل المهن، هلا انا سيدات كثير، انا ما كنت اتوقع انه هذا الكم الهائل من السيدات اللي بيشتغل بمجتمعنا ببلدنا، خصوصي هلا سيدات كثير عاملات ونشيطات بكل المجالات تقريبا. صحيح. يعني ما عندك خياطه، عندك طبخ، عندك بالقزاز، عندك بالخشب، بكل شيء بكل شيء بكل شيء بتتوقعيه بالبلد موجود كان ضمن البازار. تمام. وعم يكون يمكن مشروع الخاص للسيدة اليوم، عم نشوف سيدات دائما عم يكونوا شريك للرجل من ضمن هاي الأعمال اليدوية، يكون في مدخول إضافي ضمن الظروف المعيشية اللي عم نعيشها، ونوعا ما كمان موهبة عم تحب تنميها. ايه اكيد. هلا هو اول شيء موهبه، هي بكون عندها شيء وبتنميه بتشتغل عليه وبتشتغل فيه. ثاني شيء هلا الظروف، يعني اكثر من السيدات اللي عم يشتغلوا اكثر من الرجال تقريبا بهذا الوقت، وسيدات مثل ما قلت يعني اللي عندها رجال عم تساعده، اللي ما عندها عم تشتغل لحالها وعم تعيل اسرتها لحالها، ويعني ماشي امورها تمام. اكيد نحن فخورانين بكل السيدات السوريات اللي أكيد عندهم مشاريعهم الخاصة وضمن ظروف صعبة واستثنائية قدروا يعملوا بصمة لإلهم ومستمرين رغم كل الظروف. بالختام بدي أتشكرك ست مرفت تكتوك على وجودك معنا، ونتمنى لك بالأيام القادمة يكون لك مشاركات أكبر وأوسع على مستوى فينا نقول دمشق والمحافظات السورية وإن شاء الله الوطن العربي. شكرا كثير لك. إن شاء الله. شكرا كثير لكم. شكرا للقناة. شكرا لك.